أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. أين الحديث عن السيادة العراقية؟ غالبا ما تتحدث الحكومة في العراق عن السيادة العراقية، وهناك على الأرض تسابق محموم بين واشنطن وطهران للحفاظ على المكاسب السياسية والاقتصادية بتشكيل حكومة عراقية موالية لهما تضمن للطرفين تلك المكاسب بحسب ما يرى مراقبون ومحللون. بريت ماكورك مبعوث ترامب إلى التحالف الدولي حث الخطى في بغداد للقاء قال أحزاب سياسية على رأسهم العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة، كذلك الشخصيات الإيرانية المتنفذة مثل قاسم سليماني والقيادي في فيلق القدس كريم رضائي وإرج مسجدي سفير إيران في بغداد، كلهم أيضا لبحث ملف تشكيل الحكومة. هذا التدخل الأمريكي والإيراني في الشأن العراقي وتناقضات الحكومة عن السيادة في ضوء هذه التظاهرات التي انطلقت من قبل العراقيين ضد الفساد وضد الحكومة والعملية السياسية وضد ما عانى العراقيون من قهر مضن طوال 15 سنة من بعد الاحتلال وحتى الآن، نضعه تحت الضوء في هذه الحلقة. إذن أرحب بضيوفي الدكتور جاسم الشمري الباحث والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، مرحبا بك دكتور جاسم. وأيضا أرحب بدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني. دكتور نبيل مرحبا بك. يا مرحبا، حياكم الله. أرحب أيضا بالأستاذ نبيل الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ نبيل مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم حياكم. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونبدأ الحوار، كونوا معنا. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وعنوان هذه الحلقة الفاعل الأمريكي والإيراني وتناقضات السيادة في العراق. أبدأ بك دكتور جاسم الشمري الباحث السياسي. دلالات وجود قاسم سليماني ومبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي في العراق بريت ماكورك الآن، ما هذه الدلالات توقيت هذه الاجتماعات التي تجري في العراق؟ الكل حث الخطى من أجل أن يعني بحسب ما يرى مراقبون أن يشكلوا حكومة جديدة في العراق. نعم، شكرا لكم. كل عام وأنتم بخير، والعراقيون بألف خير، والأمة العربية والإسلامية بألف خير، وأهلنا وأحبتنا في العراق بألف خير، ونسأل الله أن تكون هذا العيد هو خاتمة لمآسي العراقيين. آمين. بعد أكثر من 30 عيدا منذ عام 2003 وحتى اليوم ونحن في الغربة ونتعايش مع الألم والهموم في ظل حكومات مع الأسف في الغالب العام لا تملك ذرة من الضمير ولا من الإنسانية. حينما نريد أن نتحدث عن مشهد العراق اليوم بعد انتخابات تمثيلية جرت قبل 3 أشهر وبعد 3 أشهر ومن عمليات عدوى فرز صرف عليها أكثر من 189 مليار دينار عراقي، بعد أن قالوا أن هنالك تزويرا في الانتخابات صرفوا 189 مليار دينار عراقي، أكثر من 80 قاضيا وأكثر من 10,000 موظف، ثم جاءوا وقالوا أن النتائج مطابقة، وهم أنفسهم قالوا أن النتائج فيها خلل كبير وهنالك تزوير كبير في الانتخابات. وبعد أن صرفت هذه المليارات جاءوا وعادوا وقالوا أن النتائج مطابقة ما عدا تغيير بمقعد لقائمة فتح التي يترأسها هادي العامرة. اليوم بعد أن ركضت المحكمة الاتحادية ركضا غريبا في المصادقة على نتائج الانتخابات، رأينا أنها قبل يومين صادقت على أسماء النواب الذين فازوا في المهزلة الانتخابية الأخيرة. هنا وقبل هذه المرحلة بدأ الركض أو الجري نحو تشكيل القائمة الكبيرة أو نحو تشكيل الحكومة، وهنا بدأ التدخل الدولي والإقليمي وبالذات التدخل الأمريكي والتدخل الإيراني. المبعوث الأمريكي المتواجد حاليا في بغداد
وأيضا يقال أن قاسم سليماني أيضا موجود في العراق، لكن هذا الأمر لم يثبت بالإعلام، لم يظهر قاسم سليماني حتى الآن في الإعلام على أنه موجود في بغداد، لكنه مؤكد أن السفير الإيراني في بغداد يقوم بهذا الدور في التدخل في الشأن العراقي. هم يريدون، هنالك اليوم فريقان في 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 الساحة العراقية، فريق مؤيد للولايات المتحدة وربما تريده الولايات المتحدة وهو فريق رئيس الحكومة حيدر عبادي، وفريق لا تريده الولايات المتحدة وعفوا تريده إيران وهو فريق ربما فريق دولة قانون والفتح ومن تحالف معهم. إذن ربما اليوم نحن أمام نوع من التناحر بين الولايات المتحدة وإيران في الساحة العراقية، وهذا هو حقيقة ما يجري في بغداد منذ أكثر من أسبوعين وحتى اليوم. نعم دكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني، أرحب بك. يعني نحن الآن أمام فريقان، هناك فريقان في الساحة العراقية مثل ما تحدث الدكتور جاسم الشمري، فريق تريده الولايات المتحدة وفريق تريده إيران. نحن الآن أمام نوع من التناحر بين الولايات المتحدة وإيران على الأرض العراقية. يعني من خلال ما تحدث دكتور جاسم الشمري، يعني كيف تنظر إلى وجود قاسم سليماني ومبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي في العراق بريك ماكوك؟ شكرا جزيلا لكم، تحية لك ولضيفك الأعزاء وكل عام وأنتم بخير. يعني كما تفضل الضيف، أنا بعتقد أن منذ 3 أشهر لا تزال مباحثات تشكيل الحكومة العراقية لغاية الآن دون تقدم يذكر. الآن هناك تسريبات إعلامية عن وصول ربما كتلة، الأغلب بموازاة ذلك هناك كتلة أخرى يترأسها نور المالكي تتحدث عن أنها هي التي سوف تشكل الحكومة. في واقع الأمر أنا بدي أركز على الدور الإيراني اللي بيسعى إلى تقويض استقرار المنطقة ويدفع العراق إلى فراغ دستوري في الوقت اللي بتشهد فيه كما تعلم شهدت فيه غالبية مدن جنوب ووسط العراق مظاهرات تطالب بإنهاء النفوذ الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تنقذ العراق من الفراغ الدستوري ومن حالة الفوضى ومن تدمير العراق ومقاومات هذه الدولة. إيران لديها الآن مجموعة من السياسات أو الاستراتيجيات، دعني أقول أخي سمير، الآن دور إيران التخريبي ويشرف عليه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والسفير الإيراني في بغداد إيرش مسجدي المسؤول السابق في فيلق القدس، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التابعين لحزب الله اللبناني التابعين لإيران مثل محمد كوثراني وغيرهم. في واقع الأمر اللي بيبذلوا جهود للمباحثات بين القوام الشيعية بهدف تشكيل الكتل البرلمانية الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة التي تسعى طهران إلى أن تكون حكومة دعني أسميه بالظاهر هي أغلبية سياسية، لكن في واقع الأمر هي حكومة تميل إلى إيران ودعني أسميه تسعى إلى تنفيذ السياسات الإيرانية في العراق، ولتكون العراق هي البوابة للعبور إلى دول المنطقة لتنفيذ ما يسمى بالكوريدور الإيراني. في واقع الأمر إيران خطوات إيران ومحاولاتها متكررة من خلال دعم تشكيل حكومة يترأس رئيس حزب الدعوة نور المالكي أو زعيم قائمة الفتح هادي العامري واستبعاد زعيم تحالف تائرون مقتدى الصدر، هي خطوة بعتقد لمحاولة صب الزيت على النار، تحاول أن تعرض العراق لخطر كبير لأنه الصدر أو التيار الصدري عموما لن يقبل بهذا، أو الكتل الأخرى معتبرين أن تنفيذ هذا المخطط الإيراني من شأن أن يدفع بالصدر أو بالقوة الأخرى اللي صاحب الحكومة الجديدة عبر المظاهرات أو إعادة إحياء هذه المظاهرات. الآن هدف إيران هو بناء أو السعي إلى تشكيل حكومة ضعيفة في العراق، وهو ما تسعى إليه ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، والهدف اللي أعلنت عنه وسائل الإعلام الإيرانية إيران أم تسعى إلى تأسيس حكومة برئاسة هادي العامري مقابل تسليم وزارة الدفاع يعني والداخلية لنور المالكي. هو هدف إيراني دور المخطط ويكون خارج التشكيلة الجديدة. هذا الهدف يعني السعي إلى تشكيل حكومة ضعيفة في العراق، هل هو هدف إيراني فقط أم أنه هدف أمريكي إيراني؟ هو هدف إيراني بالأساس، لأنه إيران لا زالت تعتمد باللعب على ورقة المحاصصة الطائفية. التحالفات بين الأطراف السياسية العراقية اللي بتعمل على تشكيلها في الوقت الراهن هي نفس التحالفات السابقة المبنية على أساس المحاصصة الطائفية وهو ما تسعى إليه طهران. الآن في حدوث هذا السيناريو هذه الحكومة لن تكون هي حكومة شرعية بنظر الشعب العراقي، لأنه حتى نسبة المشاركة في الانتخابات كانت ضئيلة جداً،
وكما تفضل ضيفك هي كانت عبارة عن مسرحية هزلية ما تم في هذه الانتخابات، وبالتالي هذه الحكومة القادمة لن تكون مدعومة من الشعب العراقي، وستكون هي الأسوأ من بين سابقاتها، ولن تتمكن من إيصال العراق إلى بر الأمان في حال افترضنا نجاح المساعي الإيرانية. الآن في واقع الأمر إيران لديها نقطة خطيرة جدا، هو محاولة استغلال هذه الفراغ الدستوري الناجم في العراق وإعادة بعث داعش والتنظيمات الإرهابية، لأنه لا تزال فترة الفراغ الدستوري تلقي بظلالها على المشهد العراقي. دوائر المؤسسات التنفيذية في العراق باتت شبه مشلولة، وعمليات إعمار المناطق اللي دمرت الحرب تنظيم داعش لم تنطلق رغم مرور أكثر من 3 أعوام على تحرير بعض هذه المناطق، ومرور أكثر من عام على تحرير الموصل، بينما الآن بدأ التنظيم يعاود نشاطه في غالبية المناطق المحررة إذا لاحظ ذلك، وينفذ عمليات مسلحة يعتبرها القادة العسكريين في المنطقة والقادة العسكريين العراقيين أنفسهم تهديد للاستقرار في العراق وفي معظم المنطقة. إيران حاولت أن تلعب بورقة المرجعية الدينية لمحاولة دعني أسميه للسيطرة مجددا على رئاسة الحكومة العراقية من خلال الأطراف المالية لها في العراق. من خلال المشهد في العراق دكتور نبيل، يعني وهذه التظاهرات ضد الحكومة، هل ترى أن نفس الصورة ستبقى أيضا، يعني حكومة المحاصصة والواقع المزري الذي يعاني منها العراقيون؟ دكتور نبيل، يعني من وجهة نظرك أن الواقع سوف يستنسخ ويستجد مرة أخرى ليعيشه العراقيون ويعيش معاناته أيضا، يعني من وجهة نظرك؟ أنا بعتقد سؤال مهم أخي سمير، أنا بعتقد أن سيناريوهات إيران عديدة للتعامل مع إيران مع العراق في حال عدم نجاح إيران في تحقيق السيناريو الذي ذكرته قبل قليل، سوف تلجأ إلى اللعب بما يسمى بالأوضاع الداخلية الأمنية في العراق. أنت كما تلاحظ إيران استغلت ما يسمى أو أدجت الخلافات المذهبية داخل العراق، واعتبرتها نقطة أو مدخل للعبور وجسر للعبور إلى العراق ومحاولة التأثير فيه كفاعل مهم ومحوري. الإيرانيين الآن يعيشون في ظروف داخلية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، نحن نتحدث عن انهيار العملة الوطنية تومان أكثر من 300% من قيمتها اليوم، إحنا نتحدث عن وصول الدولار إلى أكثر من 11,000 تومان، نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم 226%، نتحدث عن ارتفاع السلع الأساسية في إيران من 40% إلى 50%، نتحدث أيضا عن تهريب أموال بشكل ضخم أكثر من 59 مليار تم تهريبها إلى الخارج مقابل قادة النظام الإيراني، ومحاولة التعويض عن ذلك من خلال يعني استراتيجيات وسياسات عبثية، اللعب بالورقة العراقية، محاولة اللعب على ورقة التعويضات العراقية والمطالبة بمبالغ فلكية $1 تريليون، ومحاولة أيضا إدخال العملة الإيرانية واستبدالها بالدولار، محاولة استبدال الدولار المزيف الذي بتطبعه المطابع الحرس الثوري الإيراني وإيداعه في البنوك البنك المركز الإيراني واستبداله بدولارات أخرى. كثير من يرى من المراقبين أن إيران الآن تسعى إلى التنفيس عن الضغط المسلط عليها من خلال العراق، من خلال تهريب النفط، من خلال الذهب العراقي، من خلال العملة الصعبة الموجودة في العراق، من خلال هذه الأمور. من وجهة نظرك الحكومة التي تسعى إيران إلى تشكيلها في العراق، هل ترى أنها ستحقق جميع المصالح والأهداف الإيرانية فيما يخص الضغوطات الحالية على إيران؟ والله سؤال مهم ومحوري يا أخي سمير، أنا بعتقد هذا مرتبط بشكل الحكومة العراقية القادمة الآن، لكن أنا لا أستبعد المتغير الأمريكي والضغط على حتى على الحكومة العراقية القادمة، لأنه كان تم توجيه رسالة واضحة إلى القيادات العراقية أنه في حال التنصل من العقوبات الأمريكية ومحاولة الالتفاف عليها فإنه سوف يواجه العراق عقوبات صارمة، وبالتالي أنا بعتقد أنه استراتيجية واشنطن الآن قائمة على أساس بعدين، هو تحجيم النفوذ الإيراني المتعاقب في العراق وفي سوريا من ناحية، والجانب الثاني وقف بناء إيران أو استمرارها في بناء المجال الحيوي من خلال استغلال مداخل الأزمات الإقليمية. العراق يعتبر عمق استراتيجي بالنسبة لإيران، هو حتى أنا يعني دائما بعتقد أنه إيران في ظل حديثهم الدائم عن أهمية العراق هم يركزون على أن العراق يعتبر رأس الحربة بالنسبة للسياسات الإيرانية في المنطقة، خسارة العراق معناه نهاية الحلم الإيراني وانكفاء إيران نحو الداخل، وهو ما تسعى إليه إدارة ترامب في الوقت الحاضر. خيارات إيران هي خيارات محدودة ضد الظروف والمتغيرات الحالية الآن، خاصة أنه شهدنا
حزمة من العقوبات بدأت في شهر أغسطس. هذه العقوبات كانت يعني ليست عقوبات قاسية كما تقول. شكرا لك، شكرا جزيلا دكتور نبيل العتوم المتخصص بشأن الإيراني لوجودك معنا في هذه الحلقة. قبل أن أنتقل وأرحب بالأستاذ لبيد الصميدعي لوجه إليه أول سؤال، مشاهدينا الكرام لنتابع سوية هذا التقرير الذي أعد في ما يخص موضوع الفاعل الأمريكي والإيراني في العراق وتناقضات السيادة. سباق محموم بين واشنطن وطهران للحفاظ على أعلى قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية بعد تشكيل حكومة موالية لهما تضمن للطرفين تلك المكاسب. صحيفة واشنطن بوست لخصت المشهد السياسي في العراق الذي وقع في كماشة النفوذ الإيراني والأمريكي. فالولايات المتحدة وإيران تعملان منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أيار الماضي لضمان تشكيل حكومة تسير وفق ما يرسم لها من سياسات تحمل البصمة الأمريكية والإيرانية. بريت ماكورغ مبعوث ترامب إلى التحالف الدولي يحث الخطى في بغداد للقاء قادة أحزاب سياسية على رأسهم العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة. الشخصيات الإيرانية المتنفذة حرصت هي الأخرى على حضورها في بغداد، وكان أبرزها قاسم سليماني والقيادي في فيلق القدس كريم رضائي بحضور إيرج مسجدي سفير إيران في العراق، وذلك لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لصحيفة الحياة اللندنية. تدخلات لا حدود لها في العراق، فواشنطن ترغب في حكومة ائتلافية تبقي على المحاصصة الطائفية بزعم تمكين مشاركة الجميع، وأخرى ذات أغلبية سياسية موالية بالكامل تريد طهران، وما بين الاثنين والثالثهما الحكومة الحالية في بغداد ضاعت السيادة المزعومة للعراق في ظل الاحتلال التي يتشدق بها من وضعتهم الولايات المتحدة على رأس السلطة. إذن تابعنا سوية هذا التقرير عن دلالات وجود قاسم سليماني ومبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي في العراق بريت ماكغورك لتشكيل الحكومة في العراق والحديث عن تناقضات السيادة في هذا البلد. ورحب بك الأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أهلا وسهلا بك، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام. حياك الله أستاذ لبيد، ما دلالات وجود قاسم سليماني الآن في هذا التوقيت ومبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف في العراق؟ نعم، هناك دلالات مهمة على وجود الممثل الإيراني في العراق، وهو ممثل دائم بالحقيقة، وهو نستطيع أن نقول هو الحاكم الفعلي للعراق طيلة الفترة الماضية. قاسم سليماني كان حاضرا منذ البداية، منذ ما قبل الانتخابات، وبعد الانتخابات هو كان الشخص الرئيسي في المطبخ السياسي من أجل إخراج الحكومة الجديدة. وبعد إعادة فرز الأصوات بدأت الآن عملية تشكيل الكتلة الأكبر البرلمانية الأكبر من أجل إنتاج الحكومة الجديدة، ولا بد أن يكون هناك حضور قوي لإيران ممثلا بشكل رئيسي بقاسم سليماني. قاسم سليماني كما تفضل ضيفك الكرام سيضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة موالية ولاء كبيرا لإيران، وقد سبقني الأخوة الأفاضل بأن إيران تريد وتتمنى أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة هادي العامري رئيس كتلة الفتح. وهناك كلام على أن وجود مهم أيضا في الحكومة الجديدة لدولة القانون ممثلة بنور المالكي. بالنسبة للوجود الأمريكي، أمريكا لا تريد أن تفوت هذه الفرصة لصالح إيران بشكل كامل. أمريكا ترامب بادر إلى إرسال مبعوثه ماكغورك من أجل أن يبحث في مسألة بشكل أساسي. أمريكا راغبة في أن يستمر حيدر العبادي على رأس الحكومة الجديدة، وإن كان كتلته لم تحقق فوزا وإنما جاءت في المرتبة الثالثة كما نعلم، لكن أمريكا ترغب بحيدر العبادي خصوصا فيما يتعلق بمسكه العصا من الوسط، واستطاع أن ينجح في التوفيق بين
الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية في العراق خلال الفترة الماضية. حيدر العبادي في الحقيقة أيضا كان موقفه فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران كان موقفه منسجما مع ما تريد أمريكا، وإن كان هذا الموقف حسب كثير من المحللين موقفا تكتيكيا بانتظار أن تتشكل الحكومة. أما بعد أن تتشكل فهناك كثير من المتغيرات التي ستطرأ على موقف فيه بالتأكيد. أنا أعتقد أن أمريكا من ناحيتها ستحاول أن تشكل حكومة قوية من خلال مزج كثير من عناصر الفكرتين المتنافستين. أمريكا لا تريد أن يحدث صراع في داخل العراق، صراع شيعي شيعي، لأن هذا الصراع إذا تطور إلى صراع مسلح فالوضع بالنسبة لأمريكا والقوات من وجهة نظرك أستاذ لبيد. نعم. أستاذ لبيد، من وجهة نظرك يعني حضر تحدثت عن أن أمريكا ستحاول تشكيل حكومة قوية، يعني هي تدخلت في موضوع تشكيل الحكومة باختيار حيدر العبادي، من وجهة نظرك يعني ما نوع القوة التي تريد الولايات المتحدة أن تستند إليها في تشكيل الحكومة في العراق؟ ماذا تعني بكلمة حكومة قوية؟ نعم، التصريحات التي أدلى بها ماكورد تؤكد بأنه يريد أن يستثمر حالة الغليان التي يشهدها الشارع العراقي، وأقصد بذلك المظاهرات والاعتصامات. قال في بداية زيارتي عندما وصل إلى بغداد قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد بشدة محاربة الفساد والمفسدين وإبعادهم عن تشكيل الحكومة المقبلة واختيار أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والجدية والخبرة في تحمل المسؤولية إلى آخره. هذا الكلام بالحقيقة واضح بأنه يلعب فيه على الوتر الإرادة الجماهيرية والمطالب المتظاهرين حاليا ومطالب كل العراقيين حاليا بمسألة الفساد ومسألة تشكيل حكومة نزيهة. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، بدأ زيارته بمقابلة نور المالكي ثم زعيم تيار الحكمة، وسيواصل لقاء كل رؤساء الكتل، وهو عبر عن رغبته في تشكيل حكومة تتألف من كل الأطياف، وهذا ما أعلنه أبو طيب. تبقى معي أستاذ لبيد لو سمحت، يعني سأعود إلى الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، إلى أي مدى تتفق مع ما تحدث به الأستاذ لبيد الصميدعي، وأيضا فيما يخص موضوع الحكومة التي تتحدث عن السيادة العراقية؟ حينما نريد أن نتحدث، طبعا الحمد لله أنك ذكرت أنه موجود أنا بالاستوديو. أنت موجود دوما. لا الحمد لله، هذا في شيء جيد والله. احنا أمام مشهد غريب يعني حقيقة. حينما نريد أن نتحدث عن مصالح أجنبية في العراق، الولايات المتحدة، المصالح الأوروبية أيضا موجودة في العراق اليوم. غريب أن فرنسا أرسلت مدفعية فرنسية إلى القائم. هنالك الغاز الموجود في القائم، أوروبا حريصة على الحفاظ على الغاز الأوروبي من هذه المناطق، وبالتالي هي قضية مصالح أجنبية موجودة في العراق والمنطقة. المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية والمصالح الأوروبية والمصالح الحزبية كلها صارت ضغوطات على المواطن العراقي المبتلى الذي لا يعرف أين يولي وجهه. حينما نشاهد المشهد الداخلي العراقي، هنالك حكومة بغض النظر عن معترف بها غير معترف بها، هذا موضوع آخر. هنالك حكومة قائمة، هنالك جيش، هنالك عصابات مخدرات وأعضاء بشرية وغيرها، وهنالك ميليشيات. كل هذه القوى تعمل على إسكات المواطن العراقي، هذا في الداخل. في الخارج هنالك القوات الأمريكية موجودة في العراق، قواعد للأمريكان بصورة علنية، قواعد للقوات الكندية والفرنسية وغيرها وغيرها موجودة في الداخل. هنا يأتي من يقول
يعني ما هو دور المواطن العراقي في هذه المرحلة. المواطن العراقي نحن نقول شكرا لكل مواطن عراقي يقول لا للحكومة وهو في الداخل، شكرا لكل مواطن عراقي يمتلك الجرأة على أن يقول للحكومة أنت فاسدة وأنت لم تقدمي شيئا للعراقيين وهو في داخل العراق، على الرغم من كل هذه الضغوطات الموجودة في على المواطن العراقي. ينبغي أن لا نلقي اللوم على المواطن العراقي، هنالك من يقول أن الشعب هو السبب فيما يجري في العراق. أنا أقول أن الولايات المتحدة وإيران هما من تسببا بهذه الحالة الشاذة في الساحة العراقية منذ عام 2003. حينما يتحدث أحد الضيوف عن وجود فراغ دستوري في العراق، لا يوجد فراغ دستوري في العراق، كل ما يجري في العراق هو ضمن الدستور العراقي. هم فصلوا الدستور وفقا لما يمكن أن يخدم مصالحهم. الدستور كتب من أجل خدمة مصالح الأحزاب التي جاءت مع المحتل الأمريكي، لا يوجد فراغ دستوري، وبدليل أن الحكومة ما زالت مستمرة بعملها. حينما نريد أن نتحدث عن 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 الوجود الإيراني، ينبغي أن نشير إلى قضية كذبة العقوبات الأمريكية على إيران. إيران حينما تحدث العاهل الأردني عن الهلال الشيعي الذي سيطر على سوريا والعراق، سوريا والعراق وإيران، سوريا العراق لبنان، هذا اليوم الهلال أصبح حقيقة مكتمل. لا يمكن أن تنكر، وبالتالي اليوم هنالك مصالح أمريكية إيرانية في المنطقة. كل من يتوقع أن الولايات المتحدة يمكن أن توجه ضربة قاسمة لإيران هذا أمر بعيد عن الواقع، بدليل التفاوض القائم اليوم بين الطرفين في الساحة العراقية. لو كان هنالك طرف قوي وطرف ضعيف لم نرى هذا التفاوض بينهما. إذن القضية قضية مصالح، السؤال هنا من يطالب بمصالح العراقيين؟ نحن أمام حكام من يوم أمس جلسوا في فندق بابل سائرون والحكمة وانتظروا أن يعلنوا القائمة الأكبر ثم بعد ذلك انفضوا. تخيل قادة كبار في المشهد السياسي بما فيهم رئيس الحكومة جلسوا في فندق بابل ثم بعد ذلك لم يلتئموا ويتفقوا ويعلنوا القائمة الأكبر. الحقيقة اليوم الحديث عن القائمة الأكبر هو حديث ربما الكفة تميل فيه إلى نوري مالكي ومن معه في دولة قانون الفتح والقانون وغير هؤلاء، ذلك لأنهم حتى الساعة يمتلكون 103 مقعد. وسعد المطلبي بالأمس تحدى حيدر عبادي، قال له أنا أتحداك أنك تقول أنه لم ينسحب أحد من قائمة النصر التي يترأسها العبادي. إذن هنالك اليوم تناحر في داخل حزب الدعوة الحاكم، العبادي جزء من حزب الدعوة، نوري مالكي رئيس حزب الدعوة. هذا التناحر لأول مرة المشهد السياسي العراقي في مفترق طرق، ذلك بسبب دخول اللاعب السياسي الشعبي العراقي على الخط. اليوم لأول مرة نرى أثرا واضحا للمتظاهرين في تشكيل حكومة، وهذا ربما يبشر بخير، ربما يجعل الأمر يسير إلى نحو بعيد عن القتلة والمجرمين وسراق المال العام في العراق. أستاذ لبيد، ما أثر التظاهرات الحالية على تشكيل الحكومة؟ الأثر واضح على تشكيل الحكومة. حاليا هناك حالة ارتباك في مسألة التشكيل، الانقسام الحاصل فيما يتعلق بالموقف يتعلق بشكل أساسي بموقف الكتل من النزاع، ليس النزاع وإنما الخلاف بين أمريكا وإيران. أنا لا أميل إلى اعتبار أن المسألة وصلت إلى حالة تصادم بين الأمريكان والإيرانيين. هناك إرادة أمريكية، الأمريكان يرغبون بحكومة تكون تلتزم بالعقوبات التي أعلن عنها ترامب ووعد بتشديدها، وهنا ويعرف ترامب وحكومته بأن في العراق كتلة
تميل أو موالية ولاء مطلقا إلى إيران تتمثل بدولة القانون وبالكتلة والفتح، وهم لا يريدون أن تكون هناك حكومة عراقية بزعامة موالين بهذا المستوى لإيران. أنا أعتقد أن الحكومة جميع الكتل في حالة حرج، لأننا نعلم أن كل الكتل وكل الأحزاب وكل فرسان العملية السياسية هم بالحقيقة موالون لإيران بهذه الدرجة أو تلك، بخلاف ما تطالب بما يطالب به المتظاهرون بشكل صريح. والمظاهرات كما قلنا في مناسبات سابقة، المظاهرات هذه تختلف عن سابقاتها، وقد تجاوزت الخطوط الحمراء وكسرت حاجز الخوف وأصبحت تنادي جهارا نهارا وبشكل صريح بإبعاد إيران عن المشهد السياسي العراقي وعن تدخلاتها في العراق. واعتبر المتظاهرون ومعهم كل الشعب العراقي بأن إيران هي سبب معظم الكوارث التي حلت في هذا البلد، وأحرقوا كل الرموز الإيرانية التي كانت إلى حد إلى وقت قريب تتمتع بقدسية. لذلك فكل الأحزاب بما فيها النصر والحكمة وسائرون وغيرهم من الكتلة التي لا تعتبر موالية لإيران على نفس النحو الذي تواليه الفتح ودولة القانون، حتى هؤلاء محرجون من مطالب المتظاهرين باتجاه إبعاد إيران وأقصائها عن التدخل في شؤون العراق. طيب. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، بالعودة إليك دكتور جاسم الشمري. طالما ما كانت الحكومة ولا زالت يعني تتحدث عن السيادة في العراق، كيف يستوي الحديث عن السيادة في ظل يعني وجود أمريكي ووجود إيراني مسيطرين على مقدرات العراق؟ اليوم نحن أمام دولة اسمها العراق، لديها علم، لديها جيش، لديها حكومة، لديها برلمان، لكن ما هو فعل هؤلاء أمام المواطن العراقي؟ هل المواطن العراقي اليوم يعتقد أن هنالك دولة؟ الحكومة والوكالات التابعة للحكومة تتحدث عن قوات التحالف الدولي، لا نقول قوات احتلال، هم يقولون نتحدث عن وجود حقيقة هي قوات أجنبية، سواء كانت قوات تحالف سواء قوات احتلال، النتيجة نحن أمام قوات أجنبية موجودة على المشهد العراقي. هذا أولا. طبعا هي قوات أمريكية، قوات بريطانية، قوات كندية، قوات أسترالية، قوات فرنسية من مختلف، هناك من يقول أكثر من 20 دولة موجودة في التحالف الدولي موجود في العراق. هذا أولا. أيضا هم يتحدثون عن مستشارين، ونحن سنوافق هذا المصطلح، عن مستشارين إيرانيين موجودين في العراق، أيضا هنالك أجانب من إيران موجودين في العراق. حينما نعود وسط هذا التواجد الأجنبي، هنالك دائرة صغيرة تسمى الحكومة العراقية، وسط هذه الدائرة الكبيرة التي هي قوات أجنبية مسيطرة ولها الكلمة، هناك دائرة صغيرة تسمى الحكومة العراقية. وسط هذه الدائرة الصغيرة هناك رئيس حكومة وهنالك برلمان يقول نحن لدينا سيادة. كيف يمكن استيعاب هذا الأمر؟ أنا أقول الدولة التي تمتلك السيادة تمتلك الكلمة، تمتلك القرار، تمتلك أن تفعل ما تريد على أراضيها. أما أن هذه الدولة مسيطرة عليها من دول أخرى وتقول أنني أنا أننا لدينا سيادة، هذا أمر
غير منطقي، لا يمكن القبول به. أنا أتحدى رئيس الحكومة أن تكون له سيادة في أربيل وسليمانية ودهوك وليس في مكان آخر. إذن القضية نحن لدينا إشكالية حتى في مناطق يعني عراقية. اليوم هنالك حديث عن خلايا نائمة لداعش موجودة في صلاح الدين، موجودة في صحراء الأنبار. ما مدى خطورة هذا الحديث الآن خلال هذه الفترة؟ أي حديث؟ يعني طالما ما تتحدث الحكومة عن وجود خلايا نائمة لتابعة لتنظيم داعش داخل العراق، يعني هل هذا يعني يكشف النقاب عن آفاق خطيرة ربما مقبل عليها العراق أيضا؟ الحكومة أعلنت النصر على داعش، هذا معلوم، ورئيس الحكومة حيدر العبادي سمى قائمته قائمة النصر على اعتبار أنه حقق النصر على داعش. ثم بعد ذلك يقول، وهذا ما يجري اليوم في الموصل وديالة وغيرها، يقول هنالك خلايا نائمة في صلاح الدين والموصل وديالة وصحراء الرمادي. على من أعلنت النصر إذن؟ القضية قضية رغبة حكومية بالتنسيق مع إيران والولايات المتحدة على إبقاء الربكة في العراق، على إبقاء المشهد العراقي قائم على عدم وجود حالة الاستقرار والسلم المجتمعي. هذه الحالة هي التي تشجع بقاء القوات الأجنبية التي جلبت معها قوات يعني بالموازاة مع الجيش. هنالك شركات أخرى تنهب النفط وتنهب الغاز والزئبق وغيره واليورانيوم وغيره من ثروات العراق غير مكتشفة. إذن هنالك عمليات حلب للاقتصاد العراقي، وربما حينما تجد أمريكا أن العراق لم يعد مجديا اقتصاديا، ربما حينها تترك البلاد وتترك الجمل بما حمل للعراقيين عندما يعني ينفذ النفط. تمام، النفط والغاز واليورانيوم والزئبق وغيره. 50 سنة ولا 100 سنة هذا الأمر لا يمكن تقديره، لكن الولايات المتحدة تركض لاهثة وراء مصالحها في العراق. أما الحديث عن السيادة فهو كذبة غير موجودة على واقع العراق. أستاذ لبيد، الحديث عن السيادة كذبة والسعي إلى تشكيل حكومة في العراق موالية أو تحفظ على الأقل مكاسب إيران والولايات المتحدة، وكذلك ورقة المحاصصة الطائفية لا زالت قائمة، ونفس التحالفات السابقة يعاد تدويرها. الشعب العراقي الآن بعد مرور 15 سنة من القهر والظلم وانعدام الخدمات ومن الفساد ومن انعدام فرص العمل ومن تدهور البنى التحتية في العراق بالمجمل، ما الخيارات أمامه الآن؟ نعم، بالنسبة للشعب العراقي قال كلمته بكل وضوح. الشعب العراقي من خلال مظاهراته ومن خلال جميع الفعاليات ومن خلال القوى الرافضة للعملية السياسية والمناهضة للاحتلال والعملية السياسية ودستورها قالوا بشكل واضح بأن المصيبة الكبرى للعراق متأتية من الاحتلال وما أنتجه الاحتلال، ورافض ويريدون نسف العملية السياسية لأنها هي التي جاءت بالفاسدين والمفسدين والعملاء والخونة. والناس تعلم، الشعب العراقي يعلم علم اليقين بأن هؤلاء هم أساس التخريب، أساس الخراب الذي حل بالوطن العراقي، وخصوصا الخراب الذي حل بالمجتمع العراقي، وهم الذين كانوا ارتكبوا جريمة تمزيق النسيج الاجتماعي في العراق. لذلك فالشعب العراقي من أجل الخلاص النهائي يجب أن يتخلص من هذه الحكومة ومن الأحزاب السياسية ومن كل فرسانها ومن كل العملاء، وهذا لن يتأتى إلا من خلال ثورة شعبية شاملة من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. والمظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهر ونصف والاحتجاجات والاعتصامات ما هي إلا مقدمة من مقدمات التصعيد، والتصعيد من المؤمل أن يصل إلى مستوى آخر، مرحلة أخرى قد تثمر عن عصيان مدني تمهيدا لقيام ثورة شاملة تكتسح كل البلاد وتكون كفيلة بكنس العملية السياسية ومن كل الذين جاءوا مع المحتل أو التحقوا به وتعاونوا معه في الداخل. أنا أعتقد أن القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، القوى التقليدية، وهناك حراك سياسي حاليا يجري في داخل العراق
يجب أن تكون بمستوى التجاوب والاستجابة للحراك الجماهيري القائم في العراق. الشباب يبحثون عن موجه سياسي، عن قوة سياسية تستطيع أن تستوعبهم وتؤثرهم وتكون ممثلة وناطقة باسمهم. لا يكفي أن تكون هناك عفوية في الشارع العراقي ونهضة شبابية واندفاع وحرارة شعارات. يجب أن نشكرك شكرا جزيلا أستاذ لبيد. يعني تشكيل الحكومة الدكتور جاسم الشمري، يعني الحديث عن تشكيل الحكومة كل وسائل الإعلام تتحدث عن هذا الموضوع، يعني هل خلاص الشعب بتشكيل هذه الحكومة؟ هل ستغير الحكومة من الواقع العراقي الكتلة الأكبر إن كانت أو حكومة أغلبية سياسية أو حكومة محاصصة أو غيرها من المسميات؟ من هم؟ نحن أمام عملية تدوير لذات الوجوه. لو كان الكلام عن وجوه جديدة وعن زعماء جدد وعن قادة جدد ممكن أن نأمل خيرا، ممكن أن ننتظر الحكومة القادمة ربما ستغير، وربما نحن نتحدث عن ذات الوجوه. ذات الوجوه الموجودة منذ عام 2003 هي موجودة بالأمس. بالتالي هذا يعني بالتالي لسان حال المواطن العراقي يقول أنه لا حول له ولا قوة، من يتحكم بمصيره ومستقبله هم أمريكا وإيران. أمريكا وإيران والأحزاب التي تمتلك ميليشيات في المشهد العراقي. بالتالي المشهد العراقي يسير وفق الإرادة الإيرانية الآن؟ نعم. ووفق الخراب الذي استمر من تدمير ومن فساد ومن انعدام خدمات والحال هكذا. إذن يعني إذا كان التعويل على الشعب العراقي، ما الذي بيده أن يفعل؟ أنا قلت في البداية شكرا لكل من يقول للحكومة لا، شكرا لكل من يتظاهر ضد الحكومة، شكرا لكل من يقول كلمة حق بوجه مسؤول فاسد أو مرتشي في الحكومة، شكرا لكل عراقي مستعد أن يقف ساعات في هذا الجو الحار من أجل أن يقول كلمة الجميع. أما التغني بثورة شعبية عراقية دون إيجاد دعم حقيقي لهذه الثورة فأعتقد هذا كلام غير منطقي. من الذي يدعم هذه الثورة؟ ينبغي أن ندعم الثورة ولو بالكلمة، أنا وأنت وكل مواطن في الداخل، أنا وأنت يمكن أن نقدم ولو أي مساعدة لهؤلاء الواقفين في الحر اليوم والأمس وقبل الأمس وغدا. ينبغي أن نقف معهم من أجل أن يستمروا في هذا الحراك. إذن القضية هي ليست قضية أماني، نحن أمام قوة يعني حكومة قوية بغض النظر عن موقفنا منها، نحن سواء اتفقنا مع الحكومة أو اختلفنا معها. الحكومة اليوم تمتلك جيش، تمتلك مخابرات، تمتلك استخبارات، تمتلك حدود. لا تستطيع الكثير من العراقيين من الذين يقولون لا توجد حكومة يقول أنا لا أستطيع أن أذهب إلى حكومة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يلقوا القبض علي. إذن هنالك حكومة. هذا يعني هذا ليس مدحا للحكومة بالمناسبة، هذا بيان لواقع حال موجود في العراق. إذن ينبغي علينا إذا كنا ننظر لقضية بعقل ومنطق ينبغي أن يكون لدينا تخطيط استراتيجي من أجل تغيير المشهد العراقي. ربما نخطط على مدى 5 سنوات 3 سنوات 10 سنوات، المهم يوجد مخطط نعمل عليه من أجل إيصال الحالة العراقية إلى الحالة الأفضل. صحيح أمريكا موجودة، صحيح إيران موجودة، لكن أمريكا الدولة الأولى في العالم هي نفسها أمريكا التي استنجدت بالكثير من دول الإقليم من أجل التفاوض مع المقاومة العراقية. إذن أمريكا لا يعني أنها لا تغلب، أمريكا يمكن أن تغلب وإيران يمكن أن تغلب. كل هذه المعطيات تدفعنا جميعا إلى أن نرتب الصفوف، إلى أن ننقي القلوب كمعارضة، إلى أن نرتب الأوراق بيننا على أن لا نفكر بالأنا، من يكون قائدا بالغد. ينبغي أن نتكاتف من أجل العراق، من أجل إنقاذ العراقيين، من أجل إنقاذ المظلومين، المرضى الذين لا يجدون الدواء، الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، العطاش الذين لا يجدون ماء صالحا للشرب في البصرة، وغير ذلك من الملايين التي لا تجد سقفا يحميها في الموصل والأنبار وصلاح الدين. إذن
ينبغي أن تكون لدينا خطة من أجل أن نصل إلى الحالة المثالية. أما أن نتحدث بدون عمل فلا أعتقد أن الكلام وحده الكلام جيد ويمكن أن يؤثر، لكن هل الكلام يمكن أن يغير؟ لا أعتقد أن الكلام وحده يمكن أن يغير المشهد العراقي. أنا هنا أقول وبمناسبة العيد أقول للعراقيين تأملوا خيرا، فالله سبحانه وتعالى معنا، الأخيار في العالم معنا، الشرفاء في العالم معنا، كل الذين يملكون ذرة من الضمير في العالم، التقينا بالكثير منهم وقالوا نحن نتألم لمعاناة العراقيين، ونقول والله الصبر الموجود لدى العراقيين موجود لدى قلة قليلة من شعوب العالم، وعليه أنا يعني أراهن على الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب مثقف، شعب واعي، شعب يفهم الأمور منذ أول العبارات، وبالتالي هذا الوعي العراقي هو الذي يكون أملنا بعد الله سبحانه وتعالى في التغيير. وهنا نقول للعراقيين كل عام وأنتم بخير، وكل عام والعراق بخير، وكل عام وأهلنا وأحبابنا وكل الشرفاء في العالم بخير، ونسأل الله العظيم أن يمن على العراق بالأمن أمين. والسلام والخلاص من الذين لا يملكون ذرة من الضمير وذرة من الإنسانية، لأننا تعبنا من الغربة، تعبنا من الهموم، تعبنا من البقاء خارج البلاد. فهل هنالك من يسمع هذا النداء؟ أنا أشك أن هنالك من يسمع هذا النداء من القابعين في المنطقة الخضراء. في الختام أشكر ضيوفي الكرام الدكتور جاسم الشمري الباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا لك أستاذ نبيل الصميداي عضو التحالف الوطني المعارض، وأشكر أيضا الدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن العراقي. مشاهدينا الكرام في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وكل عام وأنتم بخير.